شحال بالخطر الخاور؟ راه قلنا لك بغينا شومبر. موجودين اخايا، كاينه ديال 70 درهم وكاينه ديال 150 درهم. وعلاش كاين هذا الفرق في الثمن؟ لا حيت 70 درهم عاديين و 150 درهم كيطلعوا للبحر. اش غدير؟ غنديروا انا وياك واحد البلان زوين. غتعطيني شومبر ديال 150 درهم وتحسبها لي بثمن العادي. وراه يديك وحق هاد الخمسه باش كيحلفوا مولي السوسيتي ما نطلع على البحر بالرجول. تا لا 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 والو الخاور، كل حاجه الثمن ديالها. الا غادي تسكن على لاكارت، بغيتي تسكن على لاكارت. لاكارت تمنى غادي للخارج هكا لاكارت ضروري. فضحتونا. مرحبا. شوف يوسف، ما خاصنيش نتعطل على الدار، عندك يمشي يشوفني خايب. خوك؟ قلتي لي اخوك في الحبس. خراج خاي، حسن السيره وسلوك. حسن السيره وسلوك ديال من؟ ديال المدير ديال الحبس اللي عطاه يخرج قبل الوقت. خلينا من هاد الشيء وقول لي علاش جيتي قبل الكونجي. وانت انا حسن السيره وسلوك راه ما بقى ما يدار في الخارج. كذب عليك الكاذب اللي يقول لك خارج باقي فيه شي حاجه ولا لا كريز توريا لا كريز. واش جيتي بسلام؟ واه حقيقة انا جيت باش نبيع الارض ديال الوالد الله يرحمه. ولا تباعت راه غادي نجي بسلام. ديك اللعيبه ديال الارض مقابل السلام، فهمتيني؟ السلام عليكم. جيب لي اخويا شي عصير، شي عصير وشي طروابول ديال لاكلاص وشي قهوه من نص نص مهرسه مع شحفاد. وانا ما غنطلب لي والو، لي فام دابور اولا ياك جيتي مع لا برا زعما. واخا لا لا لي فام دابور، يلا قولي شنو بغيتي تاخذ. صافي صافي ما خاصني والو. صافي خويا انت سمعتيها قالت لك ما بغات والو. وانا عييت صابره كيما كتجي كتقول لي انا غنبيع الارض. ما انتينا جيتي فحالك ما ديك الارض تباعد. واش انا كرهت توريا؟ راه عييت يوسف عييت. صافي ما تقلقيش توريا، الارض راه باغاها شويه ديال المصاريف وغادا تتباع. عييت ما نعطيك في الفلوس اللي جمعتو كله، انتينا كتخسروا على هاد الارض. انا بعدا ما عرفتش شي فلوس كيف كيمشيو. وانا قلت لك لا كريزا توريا، واش ما كتفهميش؟ راه فلوس المركوب راه كنجمعهم بزز. اصبري معايا دابا، راه ما بقى والو، غادي نبيع الارض نتزوج وغادي تهني من الخدمه وغتولي اميره ان شاء الله. او مالك اش بغيتي؟ شحال خاصك المصاريف دابا؟ ماشي بزاف، شي 8000 درهم. شحال؟ انت مركز تحتي الطابله ودرتي فينا حال الناس كيشوفوا. انت مالك قلت لك مليار؟ قلت لك 8000 درهم. واش صحاب الكلام الفلوس كيطيحوا عليا من السما؟ منين غنجيب لك 8000 درهم معايير؟ وبنكه. وفهميني يا توريا، راه مازال خاصني 8000 درهم باش نكمل التحفيظ ديال الارض. راه الارض بلا تحفيظ راه مساويه حتى لعبه، فهمتيني؟ تاوج دي ليا الفلوس ما يكون خاطرك. لا حول ولا قوه الا بالله، انا عارفه راسي ما عندي زهر. واش غير كتشوفني كتشوف الفلوس يا يوسف؟ على لي الشيطانه توري، حتى ملي غديك راسك راه غنرد لك فلوس كلهم. دابا قلت لك انا شفار، دابا تبغي تردني شفار؟ انا راه مقيد كلشي وعاقل على كلشي. شنو دابا واش ما كتثقيش فيا ولا شنو؟ ايوا مزيان ملي عاقل. قل لي خوياك باغي هاد الفلوس دابا الا كانوا معاك؟ واش نتينا حمق ولا باغي تحمقني؟ غنخرجوا معايا 8000 درهم. اسمعني. نعم. غدا ملي نخرج ندوز للبنك ونخرج لك الفلوس ونعطيهم لك. واخا ولني ما تعطليش عليا، راه باغي نهبط للبلاد. مزروب، جيتي غير تدي الفلوس وتمشي، ماشي جيتي تشوفني. لا توري لا، تقول لياش هاد الكلام. انا راه كنبغيك. انا راه تمحنت في بلادات الناس على قبلك وقطعت البحور وتكرفس باش تجي تقولي لي هاد الهضره في الاخر. صافي صافي بركه. قولي شنو جبتي لي مع لا برا؟ ما
انا شني لا زعما راه بغيت نقول لك راه جبت لك واحد التليفون راه اخر ما كاين في السوق انتي خذ راه طافي راه الشارجور ديالو ما لقيتوش معاه في لوطيل فهمت ما نسيتو في الباطو يلاه بصحتي واش ما تقوليش راني ناسيك ولا شي لعيب راه ما عنديش منك باكي يا حبيبتي يلاه يلاه نوضي نمشي ايوا بلاتي تنوض انا ماشي قلت لك لي فام دابور اسمحي لي راني مسخسخ وباغي نمشي نرتاح شنو لي فام دابور